السلام عليكم، انا اشرف ابراهيم وده المخبر الاقتصادي. حابب اشكر موقع خمسات على رعاية الحلقة. وخمسات هو اكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة. مهما كانت المهام اللي بتخطط لانجازها، هتلاقي مستقلين موهوبين قادرين على انجاز كل الخدمات الابداعية والاحترافية اللي انت محتاجها لتطوير وتنمية اعمالك عبر الانترنت باسعار تبدأ من $5 فقط. هتلاقي على خمسات خدمات زي تصميم شعارات ومونتاج للفيديو وكتابة وترجمة وتصميم مواقع وتسويق إلكتروني وخدمات SEO وكمان تعليق صوتي. سجل دلوقتي في موقع خمسات وانجز مهامك بسهولة وأمان عبر الإنترنت مع ضمان كامل حقوقك. هتلاقوا رابط الموقع في وصف الفيديو لو بتتفرج من اليوتيوب، أو في أول تعليق لو بتتفرج من الفيسبوك. يوم الثلاث 18 يونيو 2019 كشف فيسبوك عن خطة طموحة جدا لإنشاء عملة رقمية ونظام مالي جديد لتغيير الطريقة اللي الأموال بتتحرك بيها في جميع أنحاء العالم. وعلى مدار سنة ونص تقريبا كان المديرين التنفيذيين بيطبخوا الطبخة بتاعتها في مينلو بارك في المقر الرئيسي لفيسبوك. العملة اسمها ليبرا. من ضمن المديرين التنفيذيين دول الداهية ديفيد ماركس اللي عمل مؤتمر صحفي في مبنى سان فرانسيسكو مينت، وهو مبنى تاريخي عمره 150 سنة وكان بيضم ثلث احتياطي الولايات المتحدة من الذهب أوائل القرن الماضي، واتكلم فيه عن الموضوع برضه. ديفيد ماركوس ده بالمناسبة كان الرئيس السابق لبيبال وانضم لفيسبوك في 2014، وكان ماسك وحدة الماسنجر في فيسبوك، ودلوقتي هو اللي هيقود مشروع الليبرا داخل فيسبوك من خلال شركة تابعة تسمى كاليبرا لخبرته الكبيرة في إدارة أنظمة الدفع البديلة. العملة اسمها ليبرا زي ما قلنا، وهي بتشير إلى وحدة قياس تم استخدامها في عصر الإمبراطورية الرومانية، واستخدمت مرة واحدة في سك العملة وقتها. في هنا دلالتين مهمين جدا. اول حاجة، مؤتمر صحفي في مبنى تاريخي قدر يحفظ قديما ثلث احتياطي امريكا من الذهب، واللي ساعد على هيمنة الدولار العالمية من وقتها لحد دلوقتي. وتاني حاجة، عملة اسمها جاي من اشهر امبراطورية في التاريخ، واللي كان مشهور فيها العبارة اللاتينية امبريور موسيني فيني، معناها امبراطورية بلا نهاية، واللي كانت بتشكل دستور للحكام وقتها بانه لا الزمان ولا المكان يحدان من الامبراطورية. طيب الليبرا دي هتشتغل ازاي بقى؟ العملة اللي هيتم اطلاقها في النصف الاول من السنة الجاية 2020 هتقدر تستبدلها باي عملة ورقية، سواء كانت عملتك المحلية او الدولار او غيرها من العملات، وهتجري المعاملات عادي بالليبرا دي، سواء تشتري اي حاجة او تبعتها لاي شخص بدون رسوم تقريبا. وهو الناحية التانية يقدر بسهولة يستبدلها بالدولار او بالعملة المحلية بتاعتك. العمليات دي كلها هتكون من خلال محفظة رقمية اسمها على نفس اسم شركة كاليبرا التابعة لفيسبوك. وزي باقي العملات الرقمية زي البيتكوين، فالليبرا برضو مبنية على تكنولوجيا البلوكتشين، ومعناها ان جميع معاملات الليبرا هتتسجل على البلوكتشين. هنبقى نشرح تكنولوجيا البلوكتشين في حلقة تانية بإذن الله. المهم ان فيسبوك كان عارف ان الاشخاص والمؤسسات لن يثقوا في عملة مشفرة بيسيطر عليها فيسبوك وحده بسبب انتهاكات خصوصية المستخدمين والدعاوى اللي هو متورط فيها امام الجهات التنظيمية. على سبيل المثال، فيسبوك دلوقتي بيواجه غرامة بقيمة $5 مليار من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC على غرار فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا الشهيرة اللي كانت شغالة في حملة ترامب الانتخابية، وقدرت توصل لبيانات 87 مليون مستخدم في فيسبوك بطريقة غير مشروعة، وطبعا التحكم في توجهاتهم لصالح نجاح ترامب. علشان كده مارك عارف ان هيكون في شكوك لو الفيسبوك سيطر سيطرة كاملة على العملة. ومن ناحية تانية، هو محتاج تعاون من الشركات والمؤسسات الضخمة لإنجاح الليبرا، وبالتالي هو عالج المسألة دي بطريقة عبقرية جدا من خلال تكوين كونسورشيوم، أو ما يمكن أن نطلق عليه أوليجاركي أو الأوليغارشية، قلة بتحكم. كون جمعية مؤسسين للعملة اسمها ليبرا أسوسيشن، مقرها في جنيف في سويسرا، وتم اختيار سويسرا تحديدا لوضعها المحايد ودعمها القوي للابتكار المالي بما في ذلك تكنولوجيا البلوكتشين. المهم ان الجمعية دي هتكون مهمتها ادارة العملة والاشراف على تطويرها. كده الامور وضحت شوية. عندنا عملة جديدة هستبدلها بالعملة المحلية بتاعتك او اي عملة تانية والعكس، وهتكون قادر تجري بها جميع المعاملات من خلال محفظة كاليبرا الرقمية الخاصة بيك بدون رسوم تقريبا، ومن غير ما اسمك الحقيقي يظهر، وهتقدر تصرف منها وقتما تشاء وفي اي مكان، تدفع ايجار شقتك، تشتري اي حاجة من اي مكان، تحاسب على اوبر، تدفع ثمن قهوتك، تبعت لحد في دولة تاني اي فلوس او ايا كان اللي انت عايز تعمله. حاجة كده شبيهة بتطبيق ويتشات اللي طوروا
العملاق الصيني تينسنت، وبيقوم بكل شيء داخل الصين وبرسوم لا تذكر تقريبا. وطبعا فيسبوك بفضل ترسانته من التطبيقات الضخمة وإمكانات التكنولوجية كبيرة في وضع يسمح له ببناء تطبيق فائق لبقية العالم. المهم ان شركة كاليبرا التابعة لفيسبوك هي اللي هتنشئ المحفظة اللي هتقدر من خلالها تستقبل عملة الليبرا وترسلها وتستبدلها بأي عملات تانية زي الدولار مثلا. مين بقى الجمعية اللي هتدير العملة؟ الفيسبوك اعلن لحد دلوقتي عن 28 شركة ومؤسسة ضخمة، كل عضو فيهم هيكون له صوت واحد بما فيهم فيسبوك نفسه، وبالتالي ده هيوفر مستوى من اللامركزية وهيمنع فيسبوك او غيره من اللاعبين من السيطرة على العملة لتحقيق مكان كاسب خاصة بيهم. مش هنذكر الأعضاء كلهم علشان الوقت، ولكن على سبيل المثال في قطاع المدفوعات مثلا موجود ماستر كارد وفيزا وسترايب وبيبال، وفي قطاع التكنولوجيا والتجارة موجود شركة فيسبوك الوليدة كاليبرا وإي باي وبوكينج وأوبر وليفت وسبوتيفاي ومنصة بيع الأزياء الشهيرة فارفيتش. في قطاع الاتصالات موجود شركة الاتصالات الفرنسية إليود وموجود فودافون، وفي قطاع البلوك تشين موجود أنكوريج وبايسون تريلز وغيرها. وفي قطاع رأس المال الاستثماري موجود اندرسن هورويتس وبريك ثرو انيشيتيفز وغيرهم. ومن المنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية موجود كرياتيف ديسكريكشن لاب، منظمة كيفا غير الربحية للإقراض، ومرسي كور للمساعدات الإنسانية، منظمة وومنز وورلد بانكينج وغيرهم. كل واحد منهم هيستثمر على الأقل 10 مليون دولار لتمويل تكاليف التشغيل بتاعة العملة وإطلاق برامج تحفيزية بتساعد على انتشار الليبرا. الفيسبوك بيقولوا إن عايز يوصل لـ100 عضو قبل إطلاق الليبرا السنة الجاية، وبالتالي متوقع نشوف مؤسسات وشركات جديدة بتنضم للجمعية دي. مش بعيد مثلا نلاقي امازون او ابل او مايكروسوفت او حتى المنافسين المباشرين لفيسبوك زي جوجل وتويتر وغيرهم بيعلنوا انضمامهم، او عمالقة وول ستريت زي جولدمان ساكس او جي بي مورغان وحتى بنوك مركزية. طيب ايه الهدف من عملة الليبرا دي؟ في مؤتمر فيسبوك للمطورين F8 الشهر اللي فات مايو 2019، مارك زوكربيرج قال بانه عايز يخلي ارسال الاموال سهل بنفس سهولة ارسال صورة لواحد صاحب تك اتبعتت، وده هيساعد 1.7 مليار شخص حول العالم ما عندهمش حسابات بنكية ومش قادرين يوصلوا لخدمات مالية مستقرة، فقط معاهم تليفون ذكي رخيص وانترنت. وبالتالي احنا هنا بنتكلم على بنية تحتية مالية عالمية بيستخدمها مليارات الاشخاص حول العالم. طيب انا كمستخدم بقى هوصل ازاي للعملة دي واتعامل بيها؟ هتقدر توصل للمحفظة دي من خلال اكتر من طريق. لو عندك فيسبوك هتلاقي شركة كاليبرا عملت تطبيق او محفظة تقدر من خلالها تستقبل العملة الجديدة وترسلها وتجري مشترياتك من خلالها، وهيتم دمج المحفظة دي في الماسنجر وفي واتساب. يعني هتقدر توصل للمحفظة من خلال زر موجود في الماسنجر او واتساب، زي بالظبط زر الرموز التعبيرية اللي انت بتبعتها وانت بتتشات مع واحد صاحبك. هنا في نقطة مهمة جدا، محفظة كاليبرا هنا هتكون مستقلة تماما، وبياناتك المالية عليها هتكون منفصلة عن حساباتك على ماسنجر وواتساب، ومش هيحصل اي خلط بينهم. كل ما في الامر ان الفيسبوك بيقرب لك المحفظة بس. محفظة كاليبرا مش هتكون على قد استقبال الاموال وارسالها بس، الفيسبوك بيفكر قدام شوية انه يتيح خدمات مالية تانية في المحفظة زي الاقراض والاستثمار، انه يديلك قرض بفائدة لا تذكر تقريبا، بدل ما انت مثلا ممكن تدفع 30 دولار فائدة علشان تاخد قرض ب100 دولار في بعض البلاد. كل دي خطط تم الاعلان عنها ايضا ضمن الوثائق اللي الفيس نشرها عن الليبرا. طيب لو انت ما بتستخدمش الفيسبوك اصلا هتوصل المحفظة ازاي؟ شركة كاليبرا هتعمل تطبيق للمحفظة بتاعتها، هتقدر تحمله بشكل منفصل زي اي تطبيق بتحمله سواء على جهازك او على الهاتف الذكي بتاعك، وانشاء المحافظ مش هيكون حصري لشركة كاليبرا التابعة لفيسبوك. نظام ليبرا بلوك تشين هيكون مفتوح المصدر، بمعنى ان اي شركة او شخص هيكون قادر انه ينشئ تطبيق او محفظة بتستخدم الليبرا، والمحافظ هتكون قابلة للتشغيل المتبادل. يعني هتقدر ترسل الاموال من محفظة كاليبرا مثلا لأي محفظة تانية بتقبل عملة الليبرا، ودي بالمناسبة فرصة بيزنس ضخمة جدا للأفراد والشركات إنها تتسابق على إنشاء تطبيقات ومحافظ بتستخدم الليبرا. أي خدمة لفت نظرك لفكرة بيزنس هيا، بس ما تنساش المخبر الاقتصادي وانت بتوزع الأرباح بقى. ده معناه برضو إنك ممكن تستخدم الليبرا وفي نفس الوقت تبعد عن فيسبوك خالص وتبعد عن المحفظة بتاعته كمان لو عندك شكوك من موضوع الخصوصية والكلام ده. كل ما في الأمر إنك هتتعامل مع محافظ
لشركات تانية بتستخدم عملة الليبرا. طيب انا عشان استخدم المحفظة وابدأ اتعامل بالليبرا ايه المطلوب مني بالظبط؟ بعد اطلاقها السنة الجاية اول حاجة وانت بتفتح المحفظة لازم ترفق اي وثيقة هوية حكومية زي البطاقة مثلا او الباسبور. تاني حاجة هتبدأ تغير عملتك المحلية او الاجنبية زي الدولار للليبرا من خلال البنك او من اي صرافة محلية لتداول العملات او من خلال مراكز معتمدة هيتم تحديدها، ومش لازم يكون معاك فلوس تحولها اصلا، ممكن حد يبعت لك من اي مكان في العالم، اخوك مثلا شغال في الخليج او صديقك في الولايات المتحدة او اي مكان. بتوصلك الليبرا على المحفظة وانت بقى عايز تغيرها لعملتك او الدولار او اي عملة وتغيرها، بتروح البنك او الاماكن اللي قلنا عليها من شوية وتغيرها عادي. طيب لو افترضنا مثلا ان محفظتك تعرضت للقرصنة او الاحتيال او فقدت الوصول للحساب بتاعك، هنا شركة كاليبرا هترجع لك فلوسك المفقودة كلها. طيب السؤال المهم هنا واللي عمال يدور في بالك دلوقتي، انا عارف، يا الليبرا دي بكام؟ هتكون مثلا زي البيتكوين بمعرفش كام الف دولار وكل شوية تطلع وتنزل وكل شوية الحق والعملة طلعت الحق والعملة نزلت؟ بص يا سيدي، دي حاجة من اهم الفروقات اللي بتميز الليبرا عن اي عملات رقمية تانية زي البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات. الليبرا مصممة عشان تكون وسيلة للتبادل، وبالتالي استقرار قيمتها شيء جوهري هنا. ما ينفعش انا كتاجر اقبل منك الليبرا وبعد شوية الاقي سعرها اتخسف بالارض، لازم يكون في ثقة ان العملة قيمتها مستقرة، زي بالظبط العملات الرئيسية قصاد بعضها، الدولار قصاد اليورو، اليورو قصاد الين، الجنيه الاسترليني قصاد الدولار. طيب هيحددوا قيمة العملة دي ازاي؟ قيمة الليبرا هتتحدد مقابل سلة عملات زي الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين والفرنك السويسري وغيرهم العملات الرئيسية، علشان يضمنوا اكبر قدر من الاستقرار للليبرا. طبعا لسه جمعية الليبرا هي اللي هتقرر بالظبط القيمة دي، ولكنها غالبا هتكون قريبة من الدولار، يعني ممكن مثلا 1 ليبرا بتساوي تقريبا 1 دولار. نقطة مهمة هنا برضو ان الليبرا مش هيكون فيها كسور، يعني مفيش 1.5 ليبرا مثلا. طب ازاي هيحكموا الاستقرار بتاعها ده؟ من خلال دعمها باصول وموجودات حقيقية زي الودائع المصرفية والاوراق المالية الحكومية قصيرة الاجل. طب فلوس الودائع والاوراق المالية دي هتيجي منين؟ من تغيير العملات الاجنبية للليبرا. يعني حضرتك معاك 100 دولار هتغيرهم لعملة الليبرا، ال 100 دولار دول بقى هيروحوا لحاجة اسمها الاحتياطي بتاع الليبرا، واللي بيملكه جمعية الليبرا المكونة من الشركات العملاقة اللي احنا اتكلمنا عليها. هياخدوا الدولارات ويروحوا يضعوا جزء منها في ودائع مصرفية، والجزء التاني هيشتروا بيه اوراق مالية قصيرة الاجل من الحكومة، وبالتالي في ارباح هتتولد هنا من الفوائد. الارباح ده هيطلعوا منها مصاريف التشغيل بتاعة العملة، واللي يفيد هيتوزع ارباح بينهم. علشان كده قلتلك في البداية ان كل واحد منهم هيستثمر 10 مليون دولار علشان يقدر ينضم للجمعية دي، وبالتالي هيكون 100% من وحدات عملة الليبرا مطروحة للتداول. ده بعكس العملات الرقمية التانية اللي كل شوية يطرحوا عدد وحدات معين. هنا مفيش الكلام ده، ولا في تعدين زي تعدين البيتكوين كده. علشان كده المضاربة هي سمة العملات الرقمية التانية، هي اصلا مصممة للمضاربة مش للتداول. عشان كده في فئة صغيرة من الناس بتقبل العملات التانية زي البيتكوين كوسيط للتداول. يعني في ديسمبر 2017 مثلا البيتكوين وصل لاكتر من 20,000 دولار، لحد ما بقى فقاع وفرقعت خلال 2018 واوائل 2019 لحد ما سعره نزل ل 3000 دولار فقط. بعد اعلان الفيسبوك عن عملته الجديدة بدأ البيتكوين وغيره من العملات الرقمية زي الايثيريوم اسعارهم ترتفع تاني. في اسباب تانية ساعدت برضو زي ضعف الدولار والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة واستمرار التوترات مع ايران. البيتكوين مثلا وصل اثناء تصوير الحلقة ل 11,000 دولار، لان الاعلان عن الليبرا كان بمثابة اخبار ايجابية للعملات الرقمية كلها. في لاعب جديد قوي دخل السوق، وبالتالي هيزود ثقة العالم في العملات الرقمية، وكمان عملته قائمة على البلوك تشين اللي البيتكوين وغيره من العملات الرقمية قائمة عليها. ورغم كده فالليبرا تعتبر خطر كبير على البيتكوين نفسه وباقي العملات الرقمية التانية، لانه بعد طرح الليبرا المستهلكين هيفضلوها لانها مستقرة بدل من البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التانية اللي كانت عرضة لتقلبات كبيرة في الاسعار. المستثمرين كمان بيخافوا من الارتفاع المفاجئ للعملات الرقمية. البيتكوين مثلا ارتفع لحد دلوقتي من نهاية 2018 حوالي 170%، فالموضوع محفوف بالمخاطر. وكمان الليبرا سهلت الاستخدام مقارنة بالعملات المشفرة التانية زي البيتكوين. علشان تستخدم الليبرا انت مش محتاج لا برامج متخصصة ولا خبرة فنية كبيرة زي ما بيحصل في البيتكوين مثلا. يعني لو حتى في بيتكوين هبط عليك من السماء، فانت لو كنت في المنطقة العربية غالبا مش هتعرف تتصرف فيه ولا تستبدله بالدولار، ولو كنت في مصر فممكن يتقبض عليك بسببه لان تداول البيتكوين غير مشروع. طب ليه
ليبرا فرصها أكبر في إحداث ثورة في الخدمات المالية العالمية عن أي عملات رقمية تانية طلعت زي البيتكوين مثلا اللي بقاله 10 سنين، أو حتى أحدث عملة رقمية صدرت في فبراير 2019 من أكبر بنك في الولايات المتحدة، هو بنك جي بي مورجان تشيس اللي اسمها جي بي إم كوين، وبقى عنده 50 مليون عميل رقمي دلوقتي. أول حاجة إن الفيسبوك هو اللي واقف ورا الليبرا، وما أدراك ما فيسبوك اللي اكتسب قدر كبير من القوة والنفوذ لم يصل لأي كيان على مر التاريخ، لدرجة ان في دعوات بتطالب بتقسيم الشركة لوحدات منفصلة. الفيسبوك مش مجرد موقع بتدخل تسكرول عليه وتدردش مع صحابك وتكتب منشورات عليه وخلاص، لا يا عم الحاج، الفيسبوك اكبر دولة في العالم، اكبر من اي قارة لو استثنينا قارة اسيا، دولة عدد سكانها وصل ل 2.4 مليار عضو ناشط شهريا في الربع الاول من 2019، و 2.7 مليار شخص استخدموا منتج من منتجات الفيسبوك في الشهر الاخير، سواء فيسبوك او واتساب او انستجرام او ماسنجر. بنتكلم هنا عن اكتر من تلت سكان الكرة الارضية. الفيسبوك مش مجرد حجم هائل للمستخدمين، ولكن نطاق تغلغله البشري بيتحدى الفهم. الفيسبوك بيعرف عنك اكتر من اللي انت بتعرفه عن نفسك، علاقاتك، حياتك، تفضيلاتك، مستوى اخلاقك، بتفكر في ايه، الخطوة الجاية في حياتك هتعمل فيها ايه. باختصار الفيسبوك بيعرف عنك حاجات مفيش حد يعرفها غيرك انت والملكين اللي بيسجلولك. مثلا انا اكاد اجزم ان الفيسبوك كان عارف ان المخبر الاقتصادي هيعمل حلقة عن الليبرا قبل حتى ما هم يعلنوا عنها. الهدف الاكبر لفيسبوك من كل ده هو انه يخلي الناس تقعد لاطول فترة ممكنة عليه، يعني ال 2.7 مليار شخص اللي عليه هيقدروا يشتروا بسهولة من ال 90 مليون شركة اللي مسجلين على نظامه الاساسي لو استخدموا الليبرا. ولما الشركات دي مبيعاتها بتزيد هيزيد احتمال قيامها بشراء الاعلانات، وبالتالي هنا فيسبوك بيكسب. السبب الثاني ان في عمالقه من الشركات والمؤسسات اللي عندهم علاقات كتيره جدا بيدعموا الليبرا، على راسهم الروس الكبيره في المدفوعات الدوليه زي ماستر كارد وفيزا وغيرهم، وكل الشركات دي هتدخل الليبرا في نظام المدفوعات بتاعتها. هنا فيسبوك حل معضله شهيره في البيزنس، وهي ذا تشيكن اند ايج بروبلم، البيضه ولا الفرخه. دي مشكله حقيقيه بتواجه المشاريع متعدده الجوانب او اللي بتجمع مجموعتين من المستخدمين. اوبر مثلا كان عندها نفس المشكله، سواقين سيارات الاجره والركاب، وقدرت تحلها. اسواق التجاره الالكترونيه نفس الفكره، عندهم مشترين وبائعين. الفيسبوك برضو كان عنده نفس المشكله، هنا عنده عمله لازم لها مستخدمين، ودول موجودين عنده 2.7 مليار شخص، وعلى الناحيه الثانيه لازم لها شركات ومؤسسات تقبل الدفع بالليبرا وتروج لها وتدعمها، ودول جمعيه المؤسسين اللي فيهم الشركات الكبيره. فدلوقتي بقى موجود الطرفين، وبالتالي اتحلت ذات chicken and egg problem. وقريب هنسمع عن بنوك مركزية بتتعاون مع الفيس بخصوص الليبرا. محافظ بنك انجلترا قال ان البنوك المركزية والمنظمين الرئيسيين هيراقبوا الليبرا بشكل مباشر عشان يضمنوا انها لن تستخدم في غسيل الاموال او دعم الارهاب، وبالتالي بقى عندنا تعاون اهو. السبب الثالث هو ان تقريبا مفيش رسوم على المعاملات اللي انت هتجريها بالليبرا، او في رسوم ضئيلة جدا لو كنت انت تاجر مش مستهلك، وبالتالي المستخدمين هيوفروا على نفسهم من 5-7% رسوم بيدفعوها لشركات تحويل الاموال زي ويسترن يونيون والبنوك وغيرها، وده عامل جذب مهم جدا للجماهير. في 50 مليار دولار بيتم دفعها كرسوم على التحويلات بين الدول. المهاجرين والعاملين في الخارج بيخسروا لوحدهم حوالي 25 مليار دولار في السنه رسوم بس لشركات زي ويسترن يونيون. الليبرا هتوفر المبالغ الضخمه دي، وبالذات على المغتربين اللي بيبعتوا تحويلات لعائلتهم، زي مثلا المصريين اللي عاملين في دول الخليج. لو هتحول دلوقتي 1000 دولار من دولة خليجية لمصر هتدفع عليهم حوالي 50 دولار رسوم تحويل، ولو حولتهم للليبرا مش هتدفع عليهم اي حاجة، وهتقدر بضغطة زر وانت نايم على السرير تحولهم لاي حد. علشان كده الليبرا هنا بتشكل خطر كبير على شركات تحويل الاموال زي ويسترن يونيون وغيرها. وعلشان موضوع رسوم التحويلات ده، في كلام بيرجح ان الليبرا اول اطلاق ليها هيكون في الهند. ليه الهند كبداية؟ لانه خلال سنة 2018 تم ارسال حوالي 80 مليار دولار من التحويلات المالية للهند، وكمان فيسبوك عنده اكبر من 200 مليون مستخدم هندي نشط على واتساب، وبالتالي فالظروف مهيئة لنجاح الليبرا كبداية هناك. بشكل عام عملة مارك زوكربيرج الجديدة بتواجه مشكلة رئيسية، وهي انها ممكن تزعزع استقرار النظام المالي العالمي. الليبرا هتجذب ملايين العملاء حول العالم، ولو كل مودع في الغرب حول عشر مدخراته للليبرا، فكده جمعية المؤسسين بقى عندهم احتياطي بيساوي 2 تريليون دولار. انت متخيل الرقم؟ وبالتالي بقى عندنا قوة
هائلة في سوق السندات، والبنوك اللي فجأة لقيت الودائع عندها بتتحول لليبرا هتواجه ذعر مالي بسبب ملائتها، وبالتالي هيبدأوا يقللوا من القروض بتاعتهم، والمبالغ الضخمة اللي هتتحول عبر الحدود هتثير قلق الأسواق الناشئة بسبب موازين مدفوعاتها الهش، وبالتالي الليبرا خطرها الحقيقي هي إنها هتتجاوز الحكومات والبنوك المركزية. ولكن الفيسبوك بيراهن على إن الدول بقت مقتنعة إن انتشار العملات الرقمية بقى أمر لا مفر منه، وإن في دول كتيرة هترحب بالليبرا كوسيلة أكثر فعالية لتحويل الأموال. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.